السلام عليكم خوتي، جيسبر كو زالي بيان. في هذا الفيديو ان شاء الله راح نحكيو على لا كارت كونسولير او بيان لا كارت دي ماتريكولاسيون اللي هي بطاقه التسجيل. كما راكم تشوفوا يا خوتي، هذه هي بطاقه التسجيل. اسكو سي تي نو اوبليغاسيون دافوار لا كارت كونسولير بالنسبه للجاليه الجزائريه العايشين في الغربه؟ واش راح تفيدك هاد لا كارت كونسولير؟ واش هو الدوسي المطلوب باش تتحصل على هاد لا كارت كونسولير؟ اليوم كي رحت عند القنصليه الجزائريه باش نخرج لا كارت كونسولير تاعي، هذه هي اللي هي لا دوزيام كارت كونسولير ابري لو شونجمون دادريس، دونك جيتي دون لوبليغاسيون دو روفير اون دوزيام كارت كونسولير، ولا نعاود نخرج اون دوزيام كارت كونسولير افيك لا نوفيل ادريس. دونك جي بروفيتي لوكازيون وقلت للاجون اللي تخدم تماتيك في الكونسولير، قلت لها اسكو سي تي اون اوبليغاسيون يكون عند كل مواطن جزائري عايش في الخارج اون كارت كونسولير. دونك قالت لي وي سي تي اون اوبليغاسيون، لازم على كل مواطن جزائري يكون عايش في الغربه يدير هاد لا كارت كونسولير. جي بوزي تاني با مال دو كاسيون على l'utilisation de cette carte consulaire. Faut que je te fasse la carte consulaire plus exactement. Donc, la carte consulaire, elle peut remplacer le passeport, la carte d'identité, ou avec cette carte consulaire, bien sûr, le jalia li aïchen fil kharij, bien sûr. Donc, qadrin demander la carte jantakom ou la service militaire. Donc, vous devez avoir la carte consulaire pour pouvoir demander la carte jant. Donc, la carte consulaire, hamzat wasl bayn el mouatin li aïch fil ghorba ou le consulia el jazairia. Donc, جميع بابي اللي راه تخرجوا في القنصليه الجزائريه لازم يكون عندك اون كارت كونسولير. ان اوتر اكزومبل يا خاوتي، لك انت بار اكزومبل متزوج في الخارج ويكون عندك مزيود جديد، دونك باه تسجل هذاك المزيود ولا باه دير الباسبور لهذاك المزيود ولا بطاقه التعريف للمولود الجديد، لازم يكون عند احد الابوين لا كارت كونسولير. هناك ميزه مهمه جدا في لا كارت كونسولير يا خاوتي، انه قادر تشري فيكول جديد وتخرجوا من لا ميزون في فرنسا وتهبطوا للبلاد، باسكو احنا كجزائريين باه تهبط فيكول باغ اكزومبل تخرجوا من لا ميزون هنا في فرنسا، لازم يكون عندك لا ليسونس تاع المجاهدين باه تيفيتي لا دوان وكامل. دونك افيك لا كارت كونسيلير قادر دير هادشي يا خوتي، ولكن قادر ديرو برك خطره في حياتك، معناته مره واحده في حياتك. وزيد قادر دير تاني لو ديميناجمون. مده صلاحيه بطاقه التسجيل يا خوتي هي 5 سنين. وهناك معلومه اخرى يا خوتي تخص بطاقه التسجيل، لكان باغ اكزومبل ان كوبل ماريي هنا في فرنسا باغ اكزومبل، دونك الراجل يكون عنده اون كارت كونسيلير والمراه يكون عندها اون كارت كونسيلير، دونك كابابل يجي في بالك وتقول لي باغ اكزومبل الراجل يروح يهبط الفييكول وحده والمراه الثانيه تروح تهبط دير ديميناجمون موراها، دونك سي با بوسيبل يا خوتي. دونك لا كارت كونسيلير سرا فالابل جوست بور لو كوبل، معناته قادر يديروا برك حاجه واحده افيك لا كارت كونسيلير بور لو كوبل كومبلي. دوك هاتيك الملف المطلوب للحصول على بطاقه التسجيل ولا باه تسجل في القنصليه الجزائريه. دونك بروميييرمون il faut avoir le passeport algérien, le photocopie de passeport هذه اولا. ثانيا عندك photocopie d'acte de naissance le S12، لازم يكون عندك le S12. ثالثا le titre de séjour ou bien le récépissé. رابعا عندك justificatif de domicile. خامسا attestation d'hébergement بالنسبه pour ceux qui sont hébergés، لازم تكون ايغاليزي سيني في لاميري اللي راك ساكن فيها، وزيد لا بيس ايدونتيتي تاع الهيبرجور تاعك. وزيد سادسا واش عندك؟ عندك جوستيفيكاتيف بروفيسيونال، سواء كارت اتيديون ولا سيرتيفيكات دو سكولاريتي ولا تاع اليورساف بالنسبه للخدامين اوتو انتربرونور ولا ميكرو انتربريز، ولا باغ اكزومبل اتيستاسيون دو ترافاي بالنسبه لهم يخدموا سالاري بيان سور. سابعا عندك تاني دو فوتو ديدونتيتي. ثامنا اكت دو مارياج او بيان ليفري دو فامي. وتاسعا عندك le jugement de divorce. Voilà le dossier اللي لازم توجدوا باش تقدر تسجل في القنصليه الجزائريه. جيسبر فهمتكم فيما يخص بطاقه التسجيل، وما بقى لي نقول لكم بقاو على خير وتهلاو في روحتكم. انا بخوش ان شاء الله.